الشيء اللي قناة اللحظة فيها مرحبا بكم في هذا المباشر من منطقة من دوار حارس قبيلة بنيار. انت ولدت منطقة هاي؟ ولدت المنطقة. عرفنا بالاسم كريم. اسمي نور الدين مدن، ولدت المنطقة هذه. نور الدين ايش؟ نور الدين مدن. مدن صافي. ولدت المنطقة هذه. انت دابا تعيش في البحر معاهم؟ عشت معاهم. مشاتنا الدار ديالنا، الدار ديالنا مشاتنا. سقطت الدار كامل. احترقت كامل. مشاتنا الزيتون، كانت عندي شي آلاف تقعد الزيتون كاملة مشات. المهم كلشي مشى خايف. يعني انتهى أكلت فيها كاملة تحرقت. كاملة تحرقت. فيها كاملة مشات. كلشي تحرق، بقينا مرة لا دار لا لا فلاحة لا والو. هذه المنطقة اللي تشوفوا فيها وقيلة اللي ماتوا محروقين، شي ناس محروقين ولا شي؟ لا، واحد الدوار قدامنا هنايا، واحد الدوار غير هنايا قدامنا. شنو الرسالة اللي كتوجهها للمسؤولين ديالك؟ المسؤولين ما جانا عندنا حتى واحد. أول مرة جاتنا عندنا هذا زينب بنت السيمو هي اللي جاونا عندنا، حتى واحد ما جاونا عندنا مسؤولين آخرين ولا شي حاجة. صافي كنقدموا الشكر لهاد البنت هادي. هذا هو مشاهدي قناة اللحظة في قناة تشاهدوا الناس متضررة وحسن حظ الطرحة اللي كيقولوا جات ابنة النائب البرلماني الحاج السيمو وجا داخل هذه المنطقة المتضررة وحد الفرحة والسرور والحمد لله. كما كتشاهدوا كيقوموا بغناج ديال النساء المرضى، يعني الناس ديال المنطقة كيقولوا يعني فرحنا من جهة النائبة البرلمانية زينب السيمو والبرلماني الحاج السيمو كيقولوا لك يعني خذوا علينا واحد الصرور. نقلكم مع السيد كمل من الوقائع ديال احنا مشاتنا الدار ديالنا هنايا ومشاتنا الفلاحه ديالنا وكلشي الزيتون الفلاحه الزرع كلشي مشانا، ما بقى لنا والو هنايا. حتى شي مسؤول ما جان عندنا هنايا ولا جان عندنا شي واحد هذيك لا الجمعيه ديال القصر بنت السيمو زينب النائبه البرلمانيه هي اللي اول مره جاتنا عندنا هنايا وكذا. تمنين ما جان عندنا حتى شي واحد اخر ولا سولنا ولا شي حاجه. دابا هاد المبادره اللي جابوها من القصر. من القصر اه. يعني بنت كما قلتي زينب السيمو بنت من؟ بنت السيمو. بنت السيمو البرلماني مشيو للمرشح ديالكم في المنطقه؟ لا القصر الكبير. يعني المساعده جات من عند البرلماني آه. ديال القصر. القصر اه. واش حسيتوا ملي دخلوا ملي جاو عندكم هاد الناس ديال القصر واش كان؟ شكرا شكرا بزاف وماشي كنحسوا بواحد شي حاجه كبيره ملي جاونا عندنا وسقساو فينا من الناس ديالنا حنا الجماعه ديالنا ولا شي حاجه ما جانا عندنا حتى واحد. رئيس الجماعه ديالكم؟ رئيس عرفتش رئيس الجماعه ديالي؟ لا عرفتوش الجماعه يعني ما كيجيش عندكم؟ لو كان كيجي عندكم ديما كنت عارف سميتو. اه مره واش هو برلماني ديالكم ولا ديال الجماعه؟ لا ماشي برلماني غير رئيس الجماعه. البرلماني ديالنا نزار. نزار كيجي عندكم آه. هنايا كيجي مره كيجي حق اليوم باقي ما جاش ما طلع علينا ما والو. يعني باقي ما زرتوش اليوم؟ لا والو باقي ما زرناش. اول مره جات معنا هذه بنت السيمو النائبه البرلمانيه. لا حول ولا قوه الا بالله. اخوان رفيق من الشارع هاد الساكنة المتضررة كيقول لك يعني أول مبادرة جات عندهم الدوار يما من القصر الكبير من جماعة القصر الكبير وقال لك إن شافوا واحد الفرحة والصور اللي دخلت عليها الناس هنايا. وشو آخر سؤال ديالك كتوجهو للمسؤولين ديال الناس المسؤولين؟ مسؤولة خصهم يجوا يشوفونا حنا مشانا كل شيء ما بقالنا لا ديار ما بقالنا والو. يجون عنا ويشوفونا
اجن عندنا حتى شي واحد مره ما جاو لا يطفو العافيه ولا حتى شي واحد ماشي خلاوكم هكا واحد عندنا اولاد الشرايده وهذيك وصافي ما ولا حول ولا قوه الا بالله. وشكرا لاحداث الكريمه. شكرا لكم. كنتمنوا مشاهدي الكرام قناه الفلاح رافع اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجي به يوصل للجهات المسؤوله والمعنيه. الناس كتقول ما جا لا مبادره لا حتى شي حاجه. وإخوان الكرام أقول لكم من هذا البث المباشر دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في مباشر آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.